الجميع يتوحد في كلمة، الجميع يتوحد في كلمة. الكلمة هي أساس التوحيد في الميدان، الكلمة هي أساس وجودنا، الكلمة هي الثورة. وأنا يعني مش هستنى حد في التعقيب، مش هستنى. أنا عفوا علشان ما يخشش على الآليات، ما أنا برضو عندي الأستاذ ياسر، عندي الأستاذ ياسر، وإذا قبل الباقي أن ما يكلمش. اوكي استاذ ياسر اتفضل الاول. استاذ ياسر اتفضل. استاذ ياسر استاذ ياسر عندي سفر والسواق عمال يرن عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسر سالم الستة اللي فاضلين يتكلموا اليات. حضرتك احنا عايزين نتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اكون مجلس اداره عشان اطبق ده بكره في اسكندريه. هو ده اهم سؤال. ايوه اتفضل. انا ممكن بسم الله الرحمن الرحيم. ياسر سالم ائتلاف الثوره المستقلين. اولا يا اخوانا احنا طبعا سعيدين جدا بالاجتماع اللي حصل ده. احنا فعلا احنا كثوار السائر لا يطلب ولا يستجدي، السائر يامر فيطاع. دي اول نقطه. تاني نقطه احنا لازم يكون في تنسيق، وفي بالفعل تنسيق حادث بين محافظات مصر، بين الاعتصامات الموجوده في ميدان التحرير وفي السويس وفي اسكندريه وفي المحافظات كلها. بس احنا عاوزين نعلي التنسيق دوت لاعلى مستوى ممكن بيننا وبين اخواننا اللي هناك، وبحيث ان احنا نبتدي بقى في مسألة الإضراب. دي مهمة جدا، مسألة الإضراب. الحمد لله رب العالمين، يعني احنا كان معانا هنا ناس أضربت، وناس راحت شرم الشيخ أضربت هناك، ولسه موضوع الإضراب ده هيصعد أكتر. فده أظن ده الآلية الوقتية في الحال مهمة جدا. من خلال المضربين دول نفسهم هنقدر إن احنا نعرض احنا عاوزين إيه ونقدر نعمل إيه. دي حاجة. حاجة تانية التنسيق، وعمل لجان تنسيقية على مستوى المحافظات كلها، بحيث ان لما اجي اقول انا في ميدان التحرير حاجه هو نفس اللي في اسكندريه يقولها، فهو نفس. لان احنا طلبنا واحده، حتى الثوره المستقلين الغريبه احنا بنقول هنا فكره، نلاقي مستقلين بالذات هم اخلص ناس للثوره، اكتر ناس اخلاصا للثوره. سنة على المستقلين. وانا عايز اقول على حاجه قبل ما ان